وإلى أخبار المحترفين، كشفت صحيفة ليفربول إيكو أن محمد صلاح نجم ليفربول على أعتاب كسر رقم قياسي جديد في حال تمكنه من تسجيل هدف آخر بهذا الموسم. وأشارت الصحيفة البريطانية أن صلاح تمكن من تسجيل 19 هدفا بقميص ليفربول في مختلف البطولات، وفي حال تسجيل هدف واحد سيصبح اللاعب 13 بتاريخ النادي الذي تمكن من تسجيل 30 هدفا في موسم واحد بقميص الريدز. وما زلنا مع صلاح، حيث أعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي عن رضاه التام بمستوى صلاح نجم الريدز، مؤكدا على أن تألق الفرعون المصري لا يغني عن احتياج الفريق لخدمات زميله السنغالي ساديو ماني. وأضاف كلوب في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لليفربول أن ماني لاعب متميز يبذل قصارى جهده بالتدريب للوصول إلى أعلى مستوياته، مؤكدا على أن عودته لسابق عهده مع الفريق ستكون قريبة جدا. وفي تركيا، تواجد لاعب منتخبنا الوطني والنادي الأهلي السابق محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف قاسم باشا التركي في التشكيلة المثالية الأفضل للجولة 21 من بطولة الدوري التركي الممتاز للمرة السابعة حسب ما نشرته إحدى القنوات الرياضية التركية. وكان تريزيجيه قد سجل هدفا تعادل به فريقه أمام نظيره مالاتيا سبور بهدف لكل فريق. وفي البرتغال، اختار أبيل فيريرا المدير الفني لنادي سبورتينغ براغا البرتغالي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري أحمد حسن كوكا 20 لاعبا لمواجهة مارسيليا الفرنسي غدا الخميس في ذهاب دور 32 بمسابقة الدوري الأوروبي. وذكر الموقع الرسمي للنادي البرتغالي أن كوكا يتواجد في قائمة مباراة مارسيليا، وصعد براغا لدور 32 بمسابقة الدوري الأوروبي بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بينما حل مارسيليا ثانيا في المجموعة التاسعة برصيد 8 نقاط. وفي الإمارات، شارك الجناح المصري حسين الشحات المحترف ضمن صفوف نادي العين الإماراتي في تعادل فريقه أمام الهلال السعودي بدون أهداف في قمة الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا والتي أقيمت أمس على ملعب جامعة الملك سعود. ولعب الشحات أساسيا منذ بداية اللقاء حتى الدقيقة 79 وقدم مستوى مميز مع فريقه الذي فرض التعادل السلبي في معقل الهلال. والآن فصل قصير ونعود للأخبار العالمية، ابقوا معنا.